بدأوا يجوا ناحيتنا، لكن الكلاب كانت أسرع منهم. حصروهم في مكان ضيق وبدأوا يزوموا عليهم ويلفوا حواليهم في دوائر بشكل غريب جدا. رمينا طوب ناحيتهم لحد ما الكلاب هربت. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة هي قصة بعنوان روح على الشاطئ. بعتذر على غيابي الدائم، ولكن والله رغما عني، ولكن بوعد حضراتكم اننا ان شاء الله هنرجع تاني نلتزم برفع الحلقات والقصص اللي دايما بنستمتع بيها كلنا مع بعض. بطلب من كل اللي بيسمعوني ما ينسوش اللايك والشير، ولو انت او انتي جدد معانا حابب اتشرف باشتراك حضراتكم في القناة وكمان تفعلوا الجرس علشان كل تنويهات حلقاتنا توصلكم اول باول. مش هطول عليكم، خلونا نبدأ على طول لان الحلقة الليلة مختلفة وكمان مهمة جدا. جاهزين؟ يلا بينا. انا عايز احكي لكم حاجة مرعبة حصلت معانا عند شاطئ عام في منطقة اسمها كانكون. اسم الشاطئ مش هقدر اقوله، بس اللي هقدر اقوله ان الحادثة حصلت من حوالي 4 سنين. انا واصحابي وقتها كنا خلصنا مجموعة من الدورات التدريبية الخاصة في مجال شغلنا، خلصنا الامتحانات وجي وقت الاجازة. انا فاكر وقتها كنا 5، انا واربعة اصحابي، وقررنا نشوف شاطئ هادي علشان نسترخي وننبسط شوية. لمينا شنطنا وركبنا عربية بتاعت واحد صاحبنا. خطتنا كانت اننا هنشوف اي فندق قريب من الشاطئ وننام فيه 2 أو 3، وخلال الكام يوم اللي هنقعدهم هنزور الشواطئ القريبة لحد ما نلاقي واحد هادي نقضي فيه وقتنا. وبما اننا مش من هنا، فضلنا نسأل اهل المنطقة لحد ما لقيناه. في الوقت ده ما كناش نعرف اي حاجة عن تاريخ الشاطئ ده. الساعة 5 مساء واحد من السكان المحليين هو اللي قال لنا عليه، قال لنا ان على بعد 43 كيلو من المدينة هنلاقي شاطئ فاضي ومهجور وهنعرف نبقى براحتنا فيه. بما انه هو ده بالظبط اللي بندور عليه، قررنا اننا هنروح ونقضي ليلة هناك لحد ما نشوف ايه الوضع. الساعة 7:15 قبل الشمس ما تغيب كنا وصلنا للشاطئ ده. علشان نوصل له كان لازم نعدي من جوه غابة صغيرة شوية، بس في النهاية وصلنا. اقرب ناس للشاطئ دي كانت قرية صغيرة على بعد 15 كيلو. غير كده المكان كان مهجور تماما. وصلنا المكان، بدأنا نكتشف المكان هنا كان مختلف تماما عن اي مكان شفناه في حياتنا. مناظر طبيعية حوالينا في كل مكان. القمر لما طلع كان شكل انعكاسه على المية، على مية البحر، حلو بشكل مذهل. سيبنا العربية على حدود الغابة ولعنا نار وقعدنا حواليها. بدأنا نجهز أكل علشان كنا جعانين جدا. أما الساعة 9:30 مساء قررت أنا وواحد صاحبي نقوم نتمشى على البحر شوية، بما إننا ما كناش ناويين نبعد أو نروح في حتة في الوقت ده. سيبنا الكشاف الوحيد اللي كان معانا معاهم علشان لو حصل أي حاجة يعرفوا يتصرفوا. 2 كمان قاموا يتمشوا معانا، وسيبنا صديقنا الخامس قاعد قدام النار. هما كانوا ماشيين قدامنا بشوية واحنا وراهم. فجأة ظهر 5 كلاب شكلهم شرس جدا وبدأوا يجروا ورا أصحابنا اللي قدام، اللي بدأوا يجروا هما كمان، بدأوا يجروا ناحيتنا، لكن الكلاب كانت أسرع منهم. حصروهم في مكان ضيق وبدأوا يزوموا عليهم ويلفوا حواليهم في دوائر بشكل غريب جدا. رمينا طوب ناحيتهم لحد ما الكلاب هربت. وسابتهم وقررنا نرجع للمكان اللي فيه المخيم تاني. الساعة 10:42 مساء كنا راجعين في طريقنا ناحية المخيم. فجأة صاحبي اللي كان ماشي جنبي قال لي بخوف انه سمع اصوات غريبة جاية من جوه المية.
قلت له ان دي ممكن تكون اصوات السمك او حاجه، وان مفيش داعي للخوف. بس في نفس اللحظه وانا بحاول اطمنه بصيت ناحيه الميه علشان اشوف حاجه نشفت دمي كل فروقي. عارف ان الدنيا كانت ضلمه، مش عارف اوصف لكم اللي شفته بالظبط، بس هي كانت زي ما تكون راس ست خارجه من الميه، كانت فاتحه بقها وبتحاول تقول حاجه، بس انا ما قدرتش استحمل وصرخت. ساعتها كلهم بصوا ناحيه البحر ونوروا الكشاف، بس ما كانش لها اي اثر. وعلى الرغم من انهم ما شافوهاش الا انهم كلهم سمعوا صوتها وهي بتنزل تحت الميه. قررنا ننسى كل حاجة ونرجع ننام، واتفقنا ان التلاتة مننا هيناموا في العربية والاتنين التانيين في الخيمة قدام النار. الساعة 1:30 بعد نص الليل فجأة صحينا من النوم على واحد صاحبنا وهو بيصرخ اكتر صرخة مرعبة سمعناها في حياتنا. بدأنا نتوتر رغم اننا لسه مش فاهمين ايه اللي حصل. واحدة واحدة قدرنا نهديه شوية، قال لنا انه قام علشان يدخل الحمام، بس من مجرد ما دخل الغابة شاف مجموعة من الخيالات السوداء ماشيين ببطء ناحية الشاطئ. لما بص ناحية المية شاف راس ست طالعة من تحت المية، ولما شافته اختفت تحت المية بدون ما تسيب أي أثر. فضلنا نهديه لحد الساعة 2 بعد نص الليل، لحد ما هدي شوية وقرر يرجع ينام تاني. الساعة 2:30 بعد نص الليل قلقت من النوم بعد ما حسيت ان حد بيشد رجلي بقوة مش طبيعية. ساعتها كلنا اقتنعنا ان الشاطئ ده فيه حاجة مش صح. الساعة 3:30 بعد نص الليل صحينا من النوم على صوت صرخة خوف وقفت قلوبنا من الرعب. خرجنا نجرب لحد ما لقينا مصدر الصوت، واحد من أصحابنا كان غرقان في المية بيتسحب تحت المية ببطء. جرينا عليه بدون تفكير وقدرنا نطلعه. فضل مصدوم مش بينطق أكتر من 10 دقايق لحد ما بدأ يتكلم، وساعتها قال حاجة عمرنا ما هننساها. صحي من النوم على صوت حد بينادي عليه، مش ورا الصوت، مشي ورا الصوت ده لحد ما وصل للمية. ساعتها شاف راس ست خارجة من تحت المية وبص ناحيته بعيون مليانة شر وحقد. حاول يهرب لكن جسمه كان متخدر. فضل يقرب غصب عنه لحد ما نزل في المية وكان هيغرق. ساعتها بس بدأ يصرخ. الساعة 4 إلى 10 دقايق بعد نص الليل قررنا اننا مش هنقعد هنا، دورنا العربية وهربنا من المكان كله. وصلنا لأقرب قرية، حكينا للسكان المحليين كل حاجة حصلت معانا، وهناك فهمنا. قالوا لنا ان الشاطئ ده مسكون وان كان زمان ما بيحرقوا فيه جثث الموتى، لحد ما بدأت تحصل حالات اختفاء غامضة وغريبة، ده غير حالات الغرق اللي زادت جدا. وفضل المكان مهجور تماما لحد من 30 سنة فاتت. في الوقت ده في بنت اتخطفت تم اغتصابها هنا، وبعدين فصلوا راسها عن جسمها، وروح البنت دي هي اللي ساكنة الشاطئ، خصوصا ان القاتل مش معروف لحد النهاردة. قصة حلقتنا النهاردة، اتمنى القصة تكون عجبتكم. لو عجبتك يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم احمد ربيع من قناة غرائب حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.